هذا الشارع اسمه شارع تل الرميدة، والشارع من فوق طبعا مقسم إلى قسمين، قسم لليمين وقسم لليسار. القسم اللي على اليمين مسموح للفلسطينيين يمروه، بس لكن في هناك حاجز عسكري لازم يفتش كل واحد. طبعا هذه المستوطنة رماتي شاي، وهذا بيتي. قطعة الأرض الموجودة هون هاي إلي، حطوا هون درج عشان يوسعوا منطقتهم، أخذوها بسنة 2000 في أثناء ممنوع التجول. رفعت عليهم قضية، لغاية الآن القضية في المحكمة، ما في شيء ضدها. قدمت طلبات عشان أقطف الزيتون، ولا مرة أعطوني إلا قبل 2007. ل 2007 أعطوني تصريح من المحكمة العليا عشان أقطف الزيتون. فذيك الوقت قلت لنفسي إنه ممكن إنه المستوطنين يهاجمونا، ونشطاء من الأجانب عشان يساعدونا، والإسرائيليين. פלסטינים מאושרים פה למסוק את כל הזרים. יש פה צו איסור כניסה, כל הזרים אסור להיות. للأسف الشديد هاجمونا المستوطنين وما قدرنا نعمل ولا أي شيء. יאללה למטה, תעוף למטה. איפה המדרגות האלה שלך? יאללה יאללה נאצי, רד למטה. ברור לנו את כל החיילים. תרד בבקשה ללמטה. אתה לא נראה כמו אחד שזה. תרד. כן, אתה מפריע לי מאוד. שלך? כן. البيت تخيل انه زي السجن. تخيل من هون كل يوم في علينا اعتداءات، ابني انضرب، مرتي انضربت، بنتي انضربت، انا انضربت. احنا عانينا كثير من منع التجول، عانينا كثير من التضييق علينا من المستوطنين، من الجيش، من كل شيء. ابسط حقوق أبسط الحقوق اللي إنها ضاعت في المنطقة هذه. كل فترة إنهم يجون الجيش ويدقوا بطريقة وحشية على الباب، بطريقة همجية، بيضربوا بالبواريد اللي معاهم عشان يرعبونا. اطلعوا كلكم، يكونوا 4 5 كلهم. كانت يعني أصعب إشي إنه إحنا نطلع صغار يكونوا بعز نومهم، بعز أحلامهم، بعز هذا، يطلعوا برا، يطلعوا برا. فهذا كان إشي يعني كتير كتير صعب، كتير صعب كتير يعني. لسه قبل شهر ونص طلعوهم برا، كل العيلة طلعت برا. ما في البيت. لا أصلا ما في بوستا. لا ما تكسكس. لا ما في. אל תענה לי, אל תענה לי. היה משהו פה, אתה הרבה זמן פה? היה משהו? אה? احنا بنفرق ما بين المستوطن الصهيوني اللي اجى يحتل الارض، وما بين اليهودي العادي اللي كان يعيش في المنطقة من زمان. علاقتنا باليهود علاقة تاريخية، علاقة من الأزل كانت علاقة، واليهود عاشوا أحسن فتراتهم مع العرب. إسرائيل تطلع للمستقبل الآن، تطلع لمستقبل شعبها، تطلع لمستقبل أطفالها، مستقبل القادم. إذا ما حلناهوش مع بعض راح يكون مستقبل قاتل جدا. في رأيي إنه حل الدولتين حل مات انتهى. الآن المفروض انه نفكر كلياتنا مع بعض بأننا نعيش في دولة واحدة ديمقراطية بكافة الحقوق الإنسانية للجميع.